مارس الماضي أطلقت وزارة الثقافة المصرية برئاسة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الديم مبادرة لبث قناة على اليوتيوب لعرض أعمال وأنشطة وزارة الثقافة المختلفة، ده بعد توقف الأنشطة الثقافية في المسارح ودار الأوبرا المصرية ودور العرض السينمائي بسبب انتشار فيروس كورونا. حملت المبادرة اسم الثقافة بين إيديك. لقت كمان مبادرة وزارة الثقافة المصرية نجاح كبير جدا، ووصل عدد المشتركين في قناة اليوتيوب لأكثر من 103 ألف مشترك، وكمان بلغ عدد الزائرين لموقع الوزارة على اليوتيوب لأكثر من 27 مليون زائر. طبعا دي كانت مبادرة جميلة جدا من وزارة الثقافة، عشان كده كاميرا فلاش كان ليها لقاء بالفنان والمخرج المسرحي سامح بسيوني، واللي هيكلمنا عن أنشطة وزارة الثقافة على قناة اليوتيوب الخاصة بيها، كمان عن أهم العروض المسرحية اللي تم تقديمها على القناة. تعالوا نشوف لقائنا الجاي بالمخرج سامح بسيوني وارجع لنا مرة كمان. معالي وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدعيم عملت مشروع مهم، يعني كان المسرحيين بيحلموا بيه من زمان، هي فكرة ان هم يكون للثقافة المصرية يعني قناة على اليوتيوب، فتقدر توصل فعالياتها لكل الناس من خلال البيت، وده قدر يحصل الحمد لله، يعني من خلال معالي وزيرة الثقافة انها عملت مبادرة في تحديات، في وجود تحديات كورونا، اسمها مبادرة خليك في البيت، الثقافة بين ايديك. وابتدت من خلال هذه المبادرة تعمل فعاليات، أو القناة دي تنشر فعاليات وزارة الثقافة، الأوبرا والبالي والسيرك القومي والمسرح وهيئة الكتاب، وعمل كتير جدا من كل فعاليات وزارة الثقافة ومن كل قطاعاتها. وبصراحة هي عملت صدى كبير جدا القناة دي، لدرجة ان بقى عليها 103 ألف مشترك في القناة في فترة قصيرة جدا. فاحنا تشجعنا ان احنا نعمل مبادرات من خلال المسرح. فبصراحة انا قدمت الاستاذ اسماعيل مختار فكرة مبادرة اسمها اضحك فكر اعرف. المبادرة ديت هي عبارة عن 10 مسرحيات من مستوحاة من القصص القصيرة لتشيكوف، لأنطوني تشيكوف، وهو كاتب مهم جدا، من يعني هو يعني توفي سنة 1904، بس هو من أكتر الكتاب اللي مؤثرين في دراما القرن العشرين. مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة بيتم تقديمها على قناة وزارة الثقافة المصرية على اليوتيوب خلال الفترة الماضية، حيث تضمنت الفعاليات إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بتضم تسجيلات لمجموعة من الندوات والصالونات الثقافية الهامة، واللي نظمتها قطاعات وزارة الثقافة المختلفة لكوكبة كبيرة من المفكرين والمبدعين والعلماء. كما أيضا تم عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهريا، واللي استضافت عظماء الإبداع المصري في الفكر والفن والعلم، حيث تم بث أحد التسجيلات النادرة لصالون وزارة الثقافة، وطبعا كان صالون زويل الثقافي واللي نظمته دار الأوبرا المصرية على مدار عدة سنوات. أيضا تم تقديم عدد من العروض المسرحية والحفلات الغنائية. تعالوا مع بعض نكمل اللقاء مع الفنان والمخرج المسرحي سامح بسيوني عن مبادرة وزارة الثقافة المصرية. تعالوا نشوف اللقاء ونرجع ليكم مرة كمان. هو بعد ما تولت الدكتورة إيناس عبد الدايم معالي وزير الثقافة، كان عندها هم إن إزاي الفنون توصل لكل الناس في جميع المحافظات، ودي حاجة مهمة جدا، إن ما يبقاش في مركزية في الدعم الثقافي خاص بالقاهرة أو اسكندرية أو بعض المدن. فكان اهتمامها الكبير جدا بالهيئة العامة لأصول الثقافة، كان اهتمامها بأنها تعمل ورش زي ابدأ حلمك. الورش دي تبقى في كل المحافظات، أنا كنت مسؤول عن محافظة من ضمن الورش دي اللي هي محافظة الشرقية. كان فيه اهتمام أن طبعا فكرة الثقافة بين إيديك خليك في البيت دي قدرت توصل لجميع أنحاء الجمهورية، وبقى أي حد مواطن مصري يقدر يدخل يشوف كل الفعاليات. بقى واحد من خلال البيت بيشوف حفلة لعمر خيرت كأنه في الأوبرا، واحد بيشوف مسرحية على المسرح القومي كأنه راح المسرح القومي. فهي فكرة عظيمة جدا جدا جدا. المسرح الحي ده لا يضاهي شيء. ليه؟ لأن عمرنا من خلال الشاشة ما هنوصل اللي بيحصل، الإحساس اللي بيوصل من خلال المسرح، لأن المسرح ده زي ما بنقول كده فن الاتصال المباشر الحي. ان انا يعني وقلت قبل كده في اكتر من برنامج ان انا لو مديت ايدي كده همسك المتفرج اللي قدامي. غير كده في حاجه مهمه جدا في المسرح، ان احساس المتفرج بيبقى تاثير الدراما او تاثير
اللي بيشوفه في المسرحيه اكبر بكتير جدا من شاشه التلفزيون او السينما، لان ده الفعل ده بيحصل قدامه، اللي هو يعني اللي هو فكره فنون الاتصال المباشر. هو فرقه المواجهه، فكره الفرقه انشاتها الدكتوره ايناس عبد الدايم لفكره ان يكون في فرقه مسرحيه هي مقرها مسرح ميامي، الهدف منها انها تواجه المشاكل اللي بتحصل في المجتمع وقت بوقت.